كرة الدنيا والله سخط عليكم والتاريخ لعب بكم، راه ما كتصلحوا عندي حتى الكلام اللي كنتكلم، الدقيقة ديال حياتي ما كتسواش عندي. واحد منهم باغي ينظرك، ولكن انت هو اللي هزرتي السرفاتي. تقود انت وياه، سير تقود انت وياه، سير تقود انت وياه، واسر الله ينعل والديك ووالده، واسر الله ينعل والديك ووالده، سير نعلة الله عليك الزبل. حسن لا والو، جلسوا الاخوان، رجعوا لبلاصتكم. وكنخرى على الناس وعلى السرفاتي وعلى الناس بحالك، ما كنحترم ما كنعطيهم حتى شي قيمة في البلاد، كنعترف بأن أنت والناس الديمقراطي والسرفاتي كتجيو عندي الزبالة، كنقولها لك وكنعاودها لك. هكا بسيطة، ما تحتاج لا تسكير ولا تكون شي مسخوط مدمغ ولا حتى شي حاجة. علاش حنا ما نصنعوش؟ علاش حنا عايشين في الفقر؟ لأن المستعمر اللي هو كيمثلو دابا في الرباط السي محمد السادس، الديكتاتور والقتال والسفاح وكل واحد يوصفو باش ما بغا، لأن أي وصف كينطبق على هذا الكلب بهذه الصفة يعني، والكلاب اللي راه دايرة فيه. تحية نضالية، قلت كيمثل داك الصهيوني، شكون هو هذا الصهيوني؟ واش الصهيوني غادي يجي لكم مثل ابي؟ بالله خصنا نديرو لكم منكم. انت جلس مع راسك في القصوره ودير الحفلات ديالك وتفتح مع راسك ودير اللي بغيتي، وهذا الشعب يجي على باباه الكلب كما المقوله ديال جوع كلبك يتبعك. وانما ما نساوش، ما خصهمش ينساو بان هذا الكلب هذا اللي جيعان الا بقى تعاد شاده راه ما غادي يطلقش هكا بهذه البساطه، راه ما غادي يطلقش الا عاد العضه ديالو، راه ما غادي يطلقش. والعضه هي غادي تجي وغادي تجي ان شاء الله، واخا يا وما يطيروا. وزيد فوق هادشي هذا، مثلا حنا كنهضروا على التعليم، التعليم في هاد البلاد